نحن رجال أم مجرد فئران؟ هذا ما كتب على لافتات الموظفين المضربين على أبواب شركة ديزني إبان الحرب العالمية الثانية، الذين اعتصموا قبل 8 عقود من إضرابات أحفادهم في هوليوود اليوم. والإضراب هذا كان لافتاً كونه نجح بإعادة تشكيل المشهد النقابي في هوليوود. في عام 1941 حققت ديزني نجاحاً باهراً بإطلاق فيلم سنو وايت، الذي كان أول فيلم رسوم متحركة طويل، وحقق إيرادات بلغت 8 ملايين دولار، أي ما يوازي 170 مليون دولار اليوم. لكن الكوادر التي عملت ل3 سنوات على الفيلم لم تكن تتقاضى أكثر من 20 دولار في الأسبوع، كما أن رواتبهم انقطعت بعد عرض الفيلم، وهو ما دفع ب700 موظف للإضراب. وبعد مرور شهور رضخت الشركة ودفعت للمضربين أجورهم المتأخرة، بل وزادت من أجورهم وسمح لهم بإنشاء نقابة مستقلة. برأيكم، هل ينجح المضربون في هوليوود اليوم بالحصول على مطالبهم؟